قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث مباشر من مدينة الدار البيضاء. كيف ما قلنا لكم الصباح ان اليوم هو يوم استثنائي مدينة الدار البيضاء، وخصوصا اننا اليوم غادي نلعبوا دومي فينال وان شاء الله غتكون مربوحة. عواصف وبرد ورعد وبرق، والله يعطينا الشتاء على قد ينفع يا ربي. اشجار تتساقط، ردوا بالكم. مربوحه ان شاء الله مراد، مربوحه ان شاء الله يا ربي. كيف سعيد جدا ما عندكم والو في قلعة سراقنا. ايوا سبحان الله سبحان الله، كل بلاصة و كامل الانسان. نتحركو في هاد الشارع، نمشيو نتحركو نتحركو. ها يلا شتاك شحال الانسان، ها شتاك على من الله.